إذن وصل الجيشان إلى منطقة صفين، ووصل أما جيش معاوية فعسكر في سهل فسيح يكفي الجيش، أما علي رضي الله عنه فعسكر في موضع وعر نوعا ما، إذ غلب على الأرض التي عسكر فيها الصخور ذات الأحجار القاسية. ولما وصلوا إلى صفين كان جيش العراق عطشان جدا، وفوجئوا بأن جيش الشام يمنع عنهم الماء، فهرع البعض إلى علي بن أبي طالب يشكون إليه هذا الأمر، فأرسل علي إلى الأشعث بن قيس. وهنا لدينا روايتان، الرواية الأولى تقول أن الأشعث بن قيس ذهب إليهم مع 1000 فارس وقاتلهم حتى أزاحهم عن الماء. الرواية الثانية تقول أن الأمور حلت سلميا، حيث أن الأشعث بن قيس ذهب إلى معاوية وقال له: الله الله يا معاوية، في أمة محمد هبوا أنكم قتلتم أهل العراق، فمن للبعوث والذراري؟ إن الله يقول: إن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فقال معاوية: فما تريد؟ قال: خلوا بيننا وبين الماء. فقال لأبي الأعور: خلي بين إخواننا وبين الماء. وأنا أميل إلى هذه الرواية. وبعد ذلك اصطف الفريقان كل في طرف، وكانت هناك مناوشات بين الطريقين ومراسلات، استمر ذلك الموضوع لمدة شهر كامل، وكان القتال يكون على شكل كتائب صغيرة. فكان علي رضي الله عنه يخرج من جيشه كتيبة صغيرة يؤمر عليها أميرا، ومعاوية يفعل كذلك، فتقتلان مرة واحدة في اليوم في الغداء أو العشي، وفي بعض الأحيان تقتتلان مرتين في اليوم. وكان أغلب من يخرج من أمراء الكتائب من جيش علي الأشتر وحجر بن عدي وشبث بن ربعي وخالد بن المعتمر ومعقل بن يسار الرياحي، ومن جيش معاوية أغلب من كان يخرج حبيب بن مسلمة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبيد الله بن عمر الخطاب وأبو الأعور السوري وشرحبيل بن الصمت. وقد تجنب الفريقان القتال بكل الجيش خشية الهلاك والاستئصال، وأمل في وقوع الصلح بين الطرفين الذي تصان به الأرواح والدماء. ولما دخل شهر الله المحرم بادر الفريقان إلى الموادعة والهدنة طمعا في صلح يحفظ دماء المسلمين، فاستغلوا هذا الشهر في المراسلات بينهم. ولكن كان البادئ بالمراسلة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأرسل بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني وشبث بن ربعي التميمي إلى معاوية رضي الله عنهم جميعا، يدعوه كما دعاه من قبل، يدعوه إلى الدخول في الجماعة وبيعة أمير المؤمنين. فرد معاوية على جميع الرسل بنفس الرد، وهو الطلب بتسليم قتلة عثمان أو القود منهم أولا ثم يدخل في البيعة. وكما أن قراء الفريقين العلماء قد عسكروا في ناحية من صفين وهم عدد كبير، قاموا بمحاولات للصلح بين الفريقين، فلم تنجح تلك المحاولات التزام كل منه لتمسك كل من الفريقين برأيه. كما حاول اثنان من كبار الصحابة العمل على الصلح وهم أبو الدرداء وأبو أمامة رضي الله عنهما، ولم تنجح مهمتهما أيضا بسبب تشبث كل من الفريقين برأيه. كما أن أحد كبار الصحابة وهو مسروق رضي الله عنه رحمه الله وقف ووعظ الفريقين قبل نشوب القتال ودعاهم إلى الصلح ولم تفلح مساعي. بعد مضي شهر كما قلت لحضراتكم عادت الحرب على ما كانت عليه في شهر ذي الحجة من قتال الكتائب والفرق والمبارزات الفردية خشية الالتحام الكلي، إلى أن مضى الأسبوع الأول من المحرم، وكانت عدد الوقعات الحربية بين الفريقين إلى هذا التاريخ أكثر من 70 وقعة. إلا أن علي بعد ذلك في يوم الأربعاء أعلن في جيشه أن غدا الأربعاء سيكون الالتحام الكلي لجميع الجيش، ونبذ إلى معاوية يخبره بذلك. فثار الناس في تلك الليلة إلى أسلحتهم يصلحونها ويحدونها،
وقام عمرو بن العاص بإخراج الأسلحة من المخازن لما يحتاج إليها من الرجال، وهو يحرض الناس على الاستبسال، وبدأت المعركة الفاصلة والتي استمرت عدة أيام. اليوم الأول أصبح الجيش، وهو يوم الأربعاء، أصبح الجيش وقد نظمت صفوفهم ووزعوا حسب التوزيع المتبع في المعارك الكبرى، أي ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. وكان جيش علي على النحو التالي: علي رضي الله عنه في القلب، عبد الله بن عباس على الميسرة، عمار بن ياسر على الرجالة، محمد بن الحنفية حامل الراية، هشام بن عتبة المرقال حامل اللواء، الأشعث بن قيس على الميمنة، جيش الشام معاوية في كتيبة الشهباء أصحاب الدروع وأصحاب الدروع على تل مرتفع وهو أمير الجيش، عمرو بن العاص قائد خيالة الشام، ذو الكلاع الحميري على الميمنة، حبيب بن مسلمة على الميسرة، وحامل اللواء المخالق بن الصباح الكلاعي. وتقابلت الجيوش الإسلامية للأسف مع كثرتها حتى سدت الأفق، والتحم الجيشان مع الأسف في قتال عنيف استمر محتدما إلى غروب الشمس. لا يتوقف الفريقان إلا عند الصلاة، فيتوقف الفريقان وينفصلا ويصلي كل فريق في مكانه، ويأخذون الجرحى من أرض المعركة. سأل أحد أفراد جيش علي رضي الله عنه حين انصرافه من الصلاة فقال: ما تقول في قتلانا وقتلاهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: من قتل منا ومنهم يريد وجه الله والدار الآخرة دخل الجنة. وقد صبر كل من الفريقين للآخر، فلم يغلب أحد أحدا ولم يرى موليا حتى انتهى اليوم الأول. وفي المساء خرج علي رضي الله عنه إلى ساحة القتال، فنظر إلى أهل الشام فدعا ربه قائلا: اللهم اغفر له لي ولهم. اليوم الثاني من الحرب من المعركة وهو يوم الخميس، تذكر الروايات أن علي رضي الله عنه قد غلس بصلاة الفجر، قدم صلاة الفجر للظلمة واستعد للهجوم، وغير بعض القيادات، فوضع عبد الله بن بديل الخزاعي على الميمنة بدلا من أشعث بن قيس والذي حوله إلى الميسرة، وزحف الفريقان نحو بعضهما واشتبكوا في قتال عنيف أشد من سابقه. وبدأ أهل العراق في التقدم وأظهروا تفوقا على أهل الشام، واستطاع عبد الله بن بديل أن يكسر ميمنة معاوية وعليها حبيب بن مسلمة، ويتقدم باتجاه كتيبة معاوية الشهباء، وأظهر شجاعة وحماسة منقطع النظير، وصاحب هذا التقدم الجزئي تقدم عام لجيش العراق، حتى أن معاوية حدثته نفسه بترك ميدان القتال، إلا أنه صبر وتمثل قول الشاعر: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإكراهي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فقام معاوية باستحثاث كتيبته الشهباء، واستطاعوا من قتل عبد الله بن بديل، فأخذ مكانه الأشتر النخعي، وتماسك أهل الشام وبايعوا بعضهم البعض على الموت، وكروا مرة أخرى بشدة وعزيمة، وقتل عدد من أبرزهم ذو الكلاع وحوشب وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وانقلب الأمر لجيش الشام وأظهر تقدما، وبدأ جيش العراق في التراجع، واستحر القتل في أهل العراق وكثرت الجراحات. ولما رأى علي أن جيشه يتراجع أخذ يناديهم ويحمسهم، وقاتل قتالا شديدا، واتجه إلى القلب حيث ربيعة فثارت فيه الحمية، وبايعوا خالد بن المعتمر على الموت، وكانوا أهل القتال. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه قد جاوز 94 عام، وكان يحارب بحماس، يحرض الناس ويستنهض الهمم، ولكنه كان رضي الله عنه بعيدا عن الغلو، فلم يسمع منه تكفير لأهل الشام. وعندما سمع بعض الناس يكفر أهل الشام نهاه عمار عن ذلك، وقال: إنهم إخواننا بغوا علينا، فنحن نقاتلهم لبغيهم، فإلهنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة. لما رأى عمار بن ياسر تقهقر أصحابه وتقدم خصومه أخذ يستحثهم ويبين لهم أنهم على الحق، ولا تغرنكم ضربات الشاميين الشديدة. ويقول رضي الله عنه: من سره أن تكتنفه الحور العين فليقدم بين الصفين محتسبا، فإني لأرى صفا يضربكم ضربا يرتاب منه المبطلون، والذي نفسي بيده
لو ضربونا حتى يبلغوا منا سعفات هجر، يعني نخلات هجر، لعلمنا أن على الحق وأنهم على الباطل، وعلمنا أن مصلحين على الحق وأنهم على الباطل. ثم أخذ في التقدم، وفي يده حربة ترتعد يده ويحملها من كبر سنه، واشتد على حامل الراية هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، واستحثه في التقدم وقال: أزفت الجنة وزينت الحور، من سره أن تكتنفه الحور فليتقدم بين الصفين محتسبا. وكان لعمار بن ياسر دور كبير جدا في شحذ الهمم في قتال أهل الشام. وعند غروب شمس يوم الخميس طلب عمار شربة من لبن فشربها، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن. ثم تقدم واستحث معه حامل الراية هشام بن عتبة، فلم يرجع حتى قتل. الليلة الأخيرة، يعني كان يوم الأربعاء والخميس، الآن ليلة الجمعة وتسمى ليلة الحرير. عادت الحرب في نفس الليلة بشدة واندفاع لم تشهد الأيام السابقة، وكان اندفاع أهل العراق بحماس وروح عالية حتى أزالوا أهل الشام عن أماكنهم. وقاتل علي رضي الله عنه قتالا شديدا وبايع على الموت. وذكر أن علي رضي الله عنه صلى بجيشه المغرب صلاة الخوف. يقول شاهد عيان: اقتتلنا 3 أيام و3 ليالي حتى انكسرت الرماح ونفذت السهام، ثم صرنا إلى المسايف فاجتلدنا بها إلى نصف الليل، ثم صرنا نعانق بعضنا البعض من التعب، يعني ما عاد له حيل يضرب في بخصمه. ولما صارت السيوف كالمناجل تضاربنا بعمد الحديد، فلا تسمع إلا غمغمة وهمهمة القوم، ثم ترامينا بالحجارة وتحاثينا بالتراب وتعضضنا بالأسنان وتكادمنا بالأفواه إلى صبح يوم الجمعة حتى طلعت الشمس، ولا ترى إلا الرايات ساقطة والغبار، وأنهك الجيشان وأتعبا وكلت الأيدي وجفت الحلوق. يقول ابن كثير في وصف ليلة الهرير وهي يوم الجمعة: وتعض بالأسنان يقتتل الرجلان حتى يثخنا ثم يجلسا يستريحان، وكل منهما لا يهمر على الآخر ويهمر عليه، ثم يقوم فيقتتلان كما كان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يزل دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك، يعني يومين ونص تقريبا هو القتال الحقيقي في صفين. وصلى الناس صلاة الصبح إيماء للأسف وهم في القتال حتى الضحى، فتوجه النصر لأهل الشام، أهل العراق على أهل الشام. لما وصل الحال إلى هذه الحال بعد ليلة الهرير،